السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن موضوع مهم جدا ومفيد لكل المدربين وكل اللاعبين وكل اللي بيشاهدونا كمان. ايه يا كابتن بقى حكايه المدرب النصاب والمدرب الصح والمدرب اللي على خطا والمدرب اللي على غلط وايه الدنيا؟ طيب يا شباب، بدايه كده انا حابب بس اوضح بعض العيوب ويعني الصفات الذميمه المنتشره ما بين المدربين الرياضيين واللاعبين. احنا هنتكلم عن الرياضه بشكل عام وعن مجالنا بشكل خاص. اول عيب، وده يعني بيسبب لي استياء شديد بصراحه، لما نلاقي لاعب بيتمرن لعبه معينه مثلا زي السباحه، الكونغ فو، الكراتي او اي رياضه، وبعدين يسيب المدرب ده تمام ويروح لمدرب تاني. هو مثلا ساب المدرب ده لان المدرب ده بالنسبه له مش كويس، مش بيدرب كويس، او المدرب ده مادي او مهما كانت بقى الاسباب، فيروح للمدرب التاني ونلاقي اللاعب يفضل يتكلم على المدرب ده، يفضل يقول المدرب الجديد ده المدرب بتاعي القديم كان وحش وكان مش عارف يدربني وكان بيهملني وكان بيسيبني والكلام ده كله. وطبعا ده عيب كبير جدا، اتمنى لو فينا ان احنا نبطله نهائيا. هتقولي يا كابتن طب ازاي ده، لازم احذر الناس منه؟ لا طبعا، ما ينفعش ان احنا نذكر الاخرين بسوء. ادام انت خلاص سبته تمام يبقى خلاص ما تذكرش سيرته لا في خير ولا في شر، وده ايمانا بمبدا التغيير، لان المدرب ده ممكن يتغير مع الوقت للافضل. حاجه الثانيه، نلاقي برضو مدربين كتير بتتكلم على المدربين الاخرين بالسوء ويحقد ويلم، وما يعرفش طبعا ان النميمه دي انه بيغتاب زميله او مدرب منافس ليه، وانه بيغتابه بس كده اكنه بياكل في لحم اخيه ميت. طبعا ده وفقا لرأي الدين. طيب لو انت لاعب لقيت المدرب بتاعك دايما بيتكلم عن الاخرين بالسوء، عن المدربين الاخرين بالسوء، اعرف ان المدرب ده مش تمام. في الحالة دي انت لازم تنصحه، اوكي؟ تقول له يا كابتني انت ليه بتتكلم عن الكابتن الفلان بالكلام الغلط؟ هيفضل يقول لك لانه غلط ولانه كذا وكذا. قول له يا كابتن اوكي انت طيب بتكرهه، انت ليه تتكلم قدامنا؟ تمام، لو خد النصيحه وتغير يبقى كويس جدا، لكن لو ما خدش النصيحه يبقى للاسف ده مدرب عنده حقد من الاخرين، لان دايما الانسان اللي عنده نقص بيفضل يتكلم عن الاخرين بسوء كتير جدا. في الحاله دي انت ممكن تسيبه وتروح لمدرب اخر، فدي حاجة ترجع لك انت، لان الاخلاق اهم من الرياضة واهم من اي شيء. الرياضة انت بتمارسها بعدين هتكبر في السن ممكن تبطل، لكن الاخلاق هتفضل معاك وانت عايش ولما تشيخ تمام، وكمان بعد ما ماتك هتفضل الاخلاق عايشة للابد، اوكي؟ وفي مقولة جميلة جدا طبعا مع الموضوع ده، اللي هي احنا عندنا ثلاث انواع من البشر، اوكي؟ ممكن نحطهم بقى في مدرب في عامل في اي حاجه. الانسان الفاشل والانسان المتوسط والانسان الناجح. دائما الانسان الفاشل يناقش الاشخاص، والانسان المتوسط يناقش الاحداث، اما الانسان الناجح فهو يناقش الافكار. ده الفرق. ففي مدربين كتير نلاقيهم يتكلموا على غيرهم، ده المدرب ده نصاب، ده المدرب ده حرامي، ده المدرب ده كذا، وممكن كمان تلاقي المدرب ده واخد شهادات وحاجات كتير ويذكر المدربين الاخرين بالنصب والاحتيال والكلام ده. لا طبعا، كلمه نصب دي كلمه كبيره جدا، اوكي؟ انا مثلا دلوقتي بقول لك ايه، انا كابتن جابر محطم ارقامك قياسيه عالميه في موسوعه الجينيس، فانت لو عملت سيرش في موسوعه الجينيس وما لقيتنيش يبقى انا كده بنصب عليك، بضحك عليك. لكن فلنفترض مثلا ان في مدرب معهوش شهادات وبيمرن، اوكي؟ وانا مدرب معايا شهادات ومعايا حاجات كتير. اقول على المدرب ده نصاب وحرامي وبيحتال وبيضحك على الناس؟ لا، اصل مش معقول هيكون في تناقض ان هو بيمرن وبينصب، ده ما هو بيعمل مجهود. هو ممكن يكون عنده مثلا نقص، ناخدها كده خلينا راقيين، عنده نقص، ممكن مثلا ننصحه، نقول له خد مثلا دورة رياضية، خد مثلا دورة مدربين في نقابة المهن الرياضية، أو خد الدورة الأساسية للتدريب في الأكاديمية الأولمبية في استاد القاهرة، تمام؟ اتعلم الأساسيات كويس ومرن الناس، نحاول نكمل له نقصه، لكن مش على طول نقول معهوش شهادات ده نصاب وحرامي والكلام ده، لأن المجال الرياضي هو مجال عملي وعلمي ونظري، تمام؟ ممكن تلاقي واحد معهوش شهادات بيجتهد ومستوى أعلى من اللي معاه شهادة، ممكن اللي معاه شهادة ده خدها وقعد خلاص، أوكي؟ في برضه يا شباب حاجة تانية بتضايقني جدا في أغلب المدربين، وعشان كده هنبدأ بالمقولة الجميلة دي،
المقولة بتقول علينا ألا نقلل من حلم أي إنسان مهما كان، فمن نراه اليوم شخصا بسيطا ربما في الغد نراه شخصا مبدعا وعظيما، لنتذكر جيدا أن الورود كانت بذورا. ممكن نلاقي مدرب قديم، لقى مدرب مثلا بيعمل حركة في لعبته أو بيعمل حركة ما، فالمدرب ده يفضل يقول على المدرب التاني إيه ده غلط، على الملأ بقى وفي كل حتة قدام الكباتن ده غلط ومش عارف إيه والتقنية دي غلط وهيعور الناس وحاجات كتير جدا. تمام، طيب ليه مثلا لو أنت كمدرب أوكي ما تتخذش الأسلوب الجميل ده؟ ليه ما تتخذهوش؟ حاول تاخد الأسلوب ده تكلمه برايفت على التليفون أو تكلمه على الفيس بشكل شخصي، تقول له يا كابتن مثلا أنا شفت حاجة كذا كذا عندك غلط. هو لا إما هيقول لك غلط لا إما هيقول لك لا مش غلط. لو قال لك لا مش غلط اطلب منه مقابله شخصيه، اتقابلوا ولما تتقابلوا اتناقشوا مع بعض، خد تبادل افكار مع بعض. يعني هنا الحكمه عامله زي ايه؟ لو انا معايا تفاحه وانت معاك تفاحه وتبادلناهم مع بعض مفيش جديد، هي نفس التفاحه، لكن لو انا معايا فكره وانت معاك فكره وتبادلنا الافكار اصبح انا معايا اتنين وانت معاك فكرتين، لان هنا في تنوع. فبالتالي لما يتقابلوا مع بعض ممكن مثلا هو يقول له خطأه والتاني اصلا ما يكونش عنده خطأ، تمام، او ممكن لو هو عنده خطأ ده يتعلم من ده. طب لو ما فيش خطأ يبقى ده هيضيفه البعض وهيتعلمه البعض. فللاسف في كتير جدا من المدربين العرب عندهم الحته دي. انا مثلا بواجه كتير جدا انت بتلعب كونغ فو ازاي، احنا ما شفنا لكش ماتش قتالي مش عارف ايه الكلام ده. طبعا في ناس كتير جدا فاهمة الفنون القتالية غلط. يا جماعة اسمها فنون قتالية، الفنون القتالية تعتمد على الحكمة، ان انا استخدم قوة العقل قبل قوة العنف، ان انا بتمرن الفنون القتالية عشان ادافع عن نفسي وقت الخطر. مش معنى يا جماعة ان انا مش عاوز اخش بطولات قفص، ومش معنى ان انا عايز ادخل واكسر مناخي الف واحد واكسر سنان واحد يبقى انا كده بطل. مش شرط كده. انا عندي ميول مثلا ان انا بستخدم الفنون القتالية في ان اعلمها للناس، في ان اعلم الدفاع عن النفس، في ان انا ادافع عن نفسي وقت الخطر، في ان احطم ارقام قياسية عالمية. فكل واحد بيكون عنده الميول والرغبة، فمش عشان انا عندي ميول الميول والرغبة بتاعتك انت يبقى انا جبان ويبقى انا فاشل ويبقى انا بخاف، لا طبعا. واكبر مثال على ذلك الحمد لله رب العالمين مثلا وانا بحطم الارقام القياسية العالمية في موسوعة جينيس، انا يعتبر بتعرض للوفاة. يعني انا يعتبر بتعرض للوفاة ليه؟ النبض بتاعي اصلا بيعلى عن ان هو اقصى مثلا معدل للقلب نبض 220، النبض بتاعي مثلا بيعدي ال 220، فبيحصل لي خلاص حمض اللاكتيك بيتكون في عضلاتي ونبض قلبي بيكون بام 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 بام، بفقد الذاكره في الاخر. يعني ممكن هي كمان يحصل لي سكته او حاجه وبالسلامه اتكل، فمعقوله هخاف من فايت؟ لا طبعا. العالم الكبير احمد زويل قال حكمه جميله جدا، قال الغرب ليسوا عباقره ونحن اغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. انا طبعا مش بقول المقوله دي عشان اثبت لكم ان انا ناجح ولا كده، لا انا بتكلم في العموم. فمهم جدا ان المدربين يا ربي ما تتكلمش عن غيرها كتير بالسوء. مهم جدا ان المدربين يحاولوا يعني يصاحبوا تلاميذهم، تمام، يحاولوا يعلموهم ان الاخلاق والاحترام اهم من التدريب ذات نفسه. مهم جدا ان المدربين لو شافوا غيرهم على خطأ يكملوا النقص بتاعهم، مش على طول ده نصابين وكذا 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 وكذا. مهم جدا ان المدربين وهو بيشتغل عشان يدي علم، لان العلم ده يتحاسب عليه، تمام، يدي كل كبيره وصغيره للاعب معاه، ما يتكاسلش. مش اهم شيء عنده يكون الماده، مش مثلا لو جالي لاعب او اتنين ما دربهمش اكنسل الليسون الحصه خالص، لا طبعا اكمل التدريب بتاعي. هو ربنا يمكن كاتب لك الرزق ده واحد بس، اكمل التدريب بتاعي واشتغل على نفسي بجد. مهم جدا ان اللاعب يكون عنده اخلاق عاليه، ومهم جدا اللاعب كمان يشتغل على نفسه ويكون عارف ان المدرب مش كل حاجه، المدرب مجرد بيوجهك بيرشدك، لكن انت كلاعب لازم على قد ما تقدر تشتغل وتجتهد مع مدربك يوم من بعد يوم. انا دايما مؤمن بالمقوله دي ان اللاعب اهم من المدرب، تمام، اللاعب دايما هو لازم يشتغل اكتر مع التوجيهات اللي خدها. الموضوع سهل وبسيط جدا يا شباب، اتمنى من اغلب المدربين العرب ان هم يتقوا ربنا فعلا في نفسهم، يشتغلوا يعني على نفسهم جامد قوي، يجتهد ما يفضلوش يحاربوا في بعض، يا ريت ينصحوا بعض ويتعظوا من بعض،
لا، لان الموضوع كله هو اجتهاد مش اكتر. كل ما بتجتهد اكتر كل ما بتوصل اكتر. خليك طموح على قد ما تقدر، يعني خلي سقفك بلا حدود، خلي قاعدتك طموح اصرار اراده، خلي قاعدتك نو ليميتس. يبقى اللاعب لو ساب المدرب والمدرب ده مثلا كان وحش ما يتكلمش عنه. المدرب لازم على قد ما يقدر يكون محترم وخلوق، لان اللاعب بيقتضيك سواء في الوحش او الحلو. لو انت فضلت تذم وتغتاب مدربينك زمايلك اللاعب هيكرههم وهيبقى زيك، لكن لو انت فضلت انسان محترم مش بتتكلم عن الاخرين بسوء تلميذك هيبقى زيك جامد. في نقطه تانيه حابب اوجه يعني ايه اليها. في بعض المدربين للاسف بيستخدموا مصطلحات يعني مش كويسه، وانا اسف على بعض الالفاظ دي. يعني مثلا في مدرب يقول لك ايه، اشتغل يلا انت عيل فاجر. استغفر الله العظيم يا رب. يستخدم لفظ فاجر ده وتقول له يعني ايه فاجر؟ يقول لك جامد. طبعا الفسق والفجور، يعني كلمه الفجور دي اصلا مذكوره في القران الكريم اللي هي بتستخدم على الحاجات الوحشه، فيقول لك فاجر دي يعني جامد. او يقول له ايه عاش فش. طبعا المصريين على فكره اللفظ ده تيجي تقول له ايه عاش فش يقول لك يا عم ده لفظ عادي. لا طبعا ده مش لفظ عادي، ده لفظ بيستخدم في العلاقات الإباحية والجنسية. لا طبعا فيها ايه لما يعني هيكون فيها ايه لما اقول الله اكبر ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا ابني، الله اكبر يا بطل، عاش يا بطل، عاش بس ماشي، ربنا يزيدك ما شاء الله عليك. فيها ايه لما اقول الالفاظ الجميلة دي؟ فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرتقي، نطور من نفسنا يوم من بعد يوم. وفي اخر طبعا كلامي، يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. والناس لا تقاس بالمال أو بالشهرة أو بالعمر، ولكن تقاس بقيمة العمل وطيبة القلوب وجمال الإسلوب. ويظل الإنسان في هذه الحياة مثل القلم الرصاص تبريه العثرات حتى يفنى تماما هذا القلم ولا يبقى منه إلا جميل ما كتب. جميلة جدا دي. ناخد حاجة تاني. الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي ولكنه لا يموت، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي. جميلة دي برضو. ناخد حاجة بقى للنسور. رغم كل الداء وكل العداء، كن كالنسر في قمم السماء، لا شيء يدعو للحزن ولا شيء يدعو للبكاء، انطلق تكلم ما دمت تحلم بالبقاء، غير حياتك وعبر أن الإرادة كبرياء. خلي شعاركم دايما طموح إصرار إلى إرادة، الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق، ثقة بالله عز وجل هي أزكى وأوفى عمل، ثم تليها الثقة بالنفس. ابعد عن المحبطين، ربنا يوفقك، طور من نفسك يوم من بعد يوم، ابعد عن الأشياء التافهة في حياتك لأنك أنت كده بتجعل من الحمقى مشاهير. دايما خلي قدواتك الناس الناجحة، الناس المحترمة، وأنت تكون محترم لنفسك قبل ما تكون محترم للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوف تشياء لا تشياء.